بسم الله الرحمن الرحيم، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. مشاهدينا متابعينا في كل مكان، أحييكم في شوط تلتحم فيه معالي الهمم التي تسترق القلوب وتأسر العقول، شوط تتحدث فيه القدرات العالية التي نشأت من دوافع الطموح فأصبح صوت هدير أمواج المعارك نسمعه قبل أن نغوص بين لآلئه التي تناثرت في ميادين الإثارة، فلا صوت يعلو فوق صوت الحماس. أحييكم في انطلاقة رابعي رموز هذا المساء، بعدما ذهبت رموز الأولية للثلاثة الأشواط الأولى مع اختيار وكرار وشواهين، ها هو شوطنا الرابع ينتظر بطلا آخر من أبطال هذا المساء الذين حضروا مع شوط الثنايا القعدان العام. انطلقت الطموحات، انطلقت العزائم في ميادين التنافس. أتقدم مباشرة مع أول المراكز مع شعارك يا بن حثرين، من يقدم لنا سيد الذي يتسيد المشهد ويتسيد الموقف في بداية معركة الستة كيلومترات؟ سعود بن خالد بن سعود بن حثرين، من يقدم لنا شعاره ويبدأ المعركة في هذه الأثناء؟ المركز الثاني أتابع مياس الذي يأتي مع مركز الوصافة في هذه الأثناء وفي هذه اللحظات. عينا على الكاس، مياس بدأ يقترب، بدأ مع مركز الوصافة وها هو يتقدم في مركز الوصافة، بينما المركز الثاني أتابع القادم مع المركز الثالث. نعم هنالك وبران مبخوت بن صالح بن ناصر الكربي، من يقدم لنا وبران الذي حل في المركز الثالث. المركز الرابع بدأ يقترب السعدون، الرياض بن ثامر بن سليمان. السعدون يظهر مع ولد مبلش، يظهر مع سلالة مبلش، يظهر في أشواط الرموز، يتقدم مع بن ثامر، الرياض بن ثامر بن سليمان. السعدون أيضا وصل في هذه الأثناء شاهين، الله، تسلل إلى المركز الأول شاهين وتقدم في منافسة تثير الحماس وتمتع العين في لحظة من لحظات القوة، في لحظة من لحظات الحماس. يتقدم محمد بن حمد بن جار الله المري، من يقدم لنا شاهين الذي تجاوز المراكز إلى أن استقر به الحال في المركز الأول وفي القمة، في قمة هذا الشوط. يتقدم ويسير ويبحث عن تأمين الصدارة من خلال انطلاقته المميزة والمبكرة في هذا الشوط. المركز الثاني وبران مبخوت بن صالح بن ناصر الكربي الذي يبحث عن انتصار في هذا المساء، يخلد في التاريخ وصفحاته. يا مالك وبران، يا مبخوت، يا بن صالح، يا بن ناصر، يا الكربي. بينما المركز الثالث أتابع وحيشان، وصل مع المركز الثالث وحيشان، يستأنس ويتخذ صبره رفيقا له في رحلة الكاس، حيث يحتل المركز الثالث بمتابعة جابر بن فهد بن محمد.
الزبراء الزبدان المري من يقدم لنا وحيشان المركز الرابع أتابع الجبيل وصل هذا الشعار وصل شعار شواهين وصل شعار جلمود الذي حضر برمزين في مساء اليوم وفي مساء يوم البارحة حيث يحضر أيضا ويقدم لنا الجبيل بأداء جميل بحضور سريع في المركز الرابع بدأ يقرب المسافات من أجل الرمز الثالث في الرصيد يا مانع يا بن علي يا بن محمد يا بن حماد يا الشامسي المركز الخامس هنالك مبلش يأتي جابر بن سالم بجابر الجربوعي المري يقدم لنا مبلش يقدم لنا شعاره يأتي شعارك يا بن جبران يأتي شعار الذي قدم الكثير والكثير من النجوم ويقدم لنا في هذا اليوم نجم من نجوم هذا الشعار الشامسي بدأ أيضا يحضر مع الحذر ليدعم صدارته من أجل خطف الكاس مانع بن علي بن محمد بن حمد بن حماد الشامسي يصل مع الحذر الذي يسير في طريق هنا زميله ورفيقه في هذا الشوط الجبيل والحذر والشامسي يسير بكل حذر من أجل خطف هذا الكاس الثمين هكذا هي الخمسة الأسماء المتقدمة في هذا الشوط الكبير الذي نشاهد فيه أسماء ونوعيات فريدة وقوية حاضرة في هذا اليوم وفي هذا المساء ولكن شاهين الذي انطلق مع المركز الأول الذي غير في عمر مبكر من هذا الشوط وهل سيستمر شاهين في مقدمة الشوط أم لبقية الأسماء الرأي آخر في ظل هذا الهجوم في ظل هذا الهجوم المكثف من الشعارات التي حضرت في مساء الثنايا يا محمد يا بن حمد يا بن جار الله يا المري وحيشان بدأ يتقدم من الجانب الأيمن بدأ يتسلل إلى موقع الصدارة وإلى موقع القمة بدأ بتغيير مجريات هذا الشوط جابر بن فهد بن محمد آل زيدان المري من يقدم لنا وحيشان المركز الثالث الشامسي وصل مع الجبيل الذي بدأ يشكل ورقة الضغط في هذا الشوط يتقدم مع مانع بن علي بن محمد بن حمد بن حماد الشامسي الذي أيضا يضم لنا الحذر في المركز الرابع وصل السريع وصل آل صافية مع متعب شعار يتعب المنافسين سعد بن محمد بن حمد آل صافية المري يصل مع متعب مع المركز الخامس هو في طريقه إلى الانتصارات اسم صعب ومتعب للمنافسين السريع قد يأتي من بعيد من حيث لا تعلم ويخطف الكاس إن خط النهاية هو الجواب لكل سؤال والتفسير لكل معنى من معاني المنافسة وصل مرضي يا أبو فهد وصل بن طحنون مع مرضي الذي كتبت فيه الأبيات والذي كتب الإنجازات ودونها ولكن حان موعد الإقلاع حان موعد السرعة السريع مع متعب الله 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 متعب نحو الكاس نحو الذهب الرمز الرابع في هذا المساء يبقى سعودي يبقى خضر يتزين باللون الأخضر مع شعارك السريع سعد بن محمد بن حمد آل صافية المري شعار عرف طريق الانتصارات عرف طريق الذهب عرف طريق البطولات فكان حاضرا في مساء الذهب مع متعب الإنجازات فأتعب المنافسين بقوة كبيرة جدا تهانينا وألف مبروك المركز الثاني مرضي وصل مع فيصل بن فهد بن فهد الهاجر للمركز الثالث حضر في شعار مانع بن علي بن حمد
محمد بن حماد الشامس المركز الرابع. كان الحضور من شعار مبارك بن سعيد الظاهري والمركز الخامس. وصل في مانع بن علي بن محمد بن حمد الشامسي مع الجبيل. إذن مشاهدينا متابعينا الكرام، هنا لحظات الفوز، هنا لحظات الإقلاع، هنا لحظات الانتصار مع متعب، مع السريع. من خطف هذا الانتصار فكان للسرعة هنا حضور في الأمتار الأخيرة مع الإقلاع وخطف الانتصار، وكان محلقا مع الأمتار الأخيرة. 9 دقائق 15 ثانية 81 جزءا من الثانية هو التوقيت الزمني المصاحب مع شعار سعد بن محمد بن حمد آل صافية المري. تهانينا والف مبروك. المركز الثاني مرضي لفيصل بن فهد بن فهد الهاجري. 9 دقائق 23 ثانية 59 جزءا من الثانية. الحذر حل في المركز الثالث مانع بن علي بن محمد بن حماد الشامسي. 9 دقائق 24 ثانية 3 أجزاء من الثانية. المركز الرابع حضر في والم وسعيد بن جابر الحربي. والمركز الخامس كان الحضور في المركز الخامس من شعار، هنا من حضر شعار الشامسي مع الجبيل مانع بن علي بن محمد بن حماد الشامسي. إذا تهانينا والف مبروك لسعد بن محمد بن حمد آل صافية المري على هذا الفوز والانتصار. 4 رموز انقضت في هذا المساء في مساء الثنايا. كما نذكر وننوه للفائزين بأشواط الرموز بأن تسليم الرموز بإذن الله تعالى سوف يكون بعد الشوط القادم، لذلك وجب التنويه لجميع الفائزين. هكذا كان للذهب عنوان، وهكذا كان المساء الرائع والجميل بهذا الحضور الكبير من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن عبد العزيز آل سعود محافظ محافظة الطائف في هذا المساء الذي تزين وازدان بهذا الحضور الكريم والمشرف.